أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذا تخرجون ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
إِنَّ